مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء، وبالضبط من الحي الصفيحي. سميت هذا الحي عندكم؟ دوار عبد الحي دوار عبد الحي القريب من منطقة عين الدياب، حيث في هذه الأثناء غادي ننقلوا لكم المعاناة ديال واحد الأب من بعد ما تصاب ولده اللي كيبلغ من العمر حوالي 10 سنوات بالداء الخبيث داء السرطان. تفضل الشريف، شنو واقع من عاودنا كيفاش وليدك كان عادي حتى تصاب بهذا المرض اللي جعلوا انك اليوم العيد وتحرم من ان ولدك يكون معك؟ ملف ولدي حتى يكون تدوز معايا العيد، الدري كان بخير وعلى خير، ما عليه ما بيه، مع هاد الوقيته ديال الحجر الصحي بقى في الدار. هي هذيك غتناضو في شي بقاع حمرين، ناض لي شي وسيس، ناض لي هنا في تحت من الطوابق ديالو، هنا تحت من هي هذيك. ما ديتو لعند الطبيب ديال سميتو عن الطب العام، شافو فحصو قال لك اودي خصك تمشي دير لي شي تحاليل. درت لي التحاليل، ديت هذوك التحاليل درتهم، عاوتاني رجعت للدار قال لك التحاليل ما يخرجوا حتى الاثنين. انا ما قديتش، ما بقى الدري كيتعلم حدايا انا ونظر اللي انت كتعرف مح بيت واحد كيتالم. ديتو لواحد ديتو لي رجونس في الليل، هنا هذا ديال الحسني ديال المازوله، قالك سير حتى الغدا عاد جيبو لينا. دابا راه ما عندناش، راه كاين الحجر الصحي الغد لي جديتو ليهم. قالك اودي راه ما حيدنا مع هاد كوفيد، راه خص سير خصك دير لبنو رشد. ديتو لبنو رشد، الهاغوشي المختص بالاطفال، مختص بالاطفال عبد الرحيم الهاغوشي. يا هذيك داروا لي الفحص ديالو، فحصوه قالك غادي يمشي دير لنا واحد التحليلات يرجعو. درتهم ليه، جبتهم ليهم، كيما شافوا قلبو قالك الدري خصو ينعس. المهم التحاليل وداكشي لقاو قالك عنده سرطان في الدم، وداكشي عنده شويه داروا ليه ديال العظم حتى هي قالك عنده سرطان في الدم. وعرفتي راك عارف، الله يحسن العوان، راه دخت النداء ديال وتعرف الحاله الاجتماعيه كيفاش دايره. واخا منين شدوه عندهم في السبيطار قلتي بدا كيتعالج، بدا شي شويه، بدا كيتعالج شي شويه، شدوه ولا مزيان، على كيما دخل عندهم، كيما دخل عندهم وحيدوا منه دوك البقاع وداكشي، والجسم ديالو صفى ما بقاش فيه داكشي. دابا بدا كيديروا ليه حصص، دابا داير الحصه السادسه دابا اللي تيديروا ليه، ولا السابعة، هما الحصص هما هي هذيك. وبلا شي شوية الطبيبة المشرفة عليه، اللي سميتو قالت لك راه الدري شوية بدا كيتحسن، المهم غادي تخرجوا للدار، ولكن شريطة أن يكون عندك شوية ديال البلاصة تكون ملائمة، ويكون عندك شوية البلاصة يكون فيها على حساب المناعة، وما تيضربوا على حساب المناعة. أنا جبتو لهنا، أنا مع الطواليط عندي خارجة برا وداكشي، ضربوا لي البرد الظهر ديالو، شدوا هنا شي حاجه شدوا في صدرو، رجعتو لي هزنا داك الصوره نشوفوها. هو هذا الوليد، دابا الوليد في السبيطار، دابا هو في السبيطار دابا. اها كمل. اش رجعتو لي ومشدو عاوتاني، عاودوا لي تحاليل، وعاودوا لي داروا لي ديال الصدر، داروا لي سكانير، داروا سميتو تيسولو كيقول لك كيفاش الدري اش وقع ليه. والنظر لهنا للسكن، راه كتعرف السكن هنا عندي بيت، وكاين هو وخته، وكاين انا وامو، قال لك خصو السكن، لا خصو المحل ديالو بوحدو، خصو يكون واحد الغرفه منعزله ديالو، معزوله، غرفه معزوله باش تبقى حنا نديرو شي شويه وانتوما ديرو شي شويه، باش المناعه تبقى عنده طالعه، كلشي يبقى طالع. هذا هو اللي كاين، وكنمرجو من الناس المحسنين
محسنين اللي بغى يتعاون معنا هنا في السكنه. انت السكنه راه كتشوفوا الحاله كيفاش دايره، وجات مع هاد الجائحه ديال الكوفيد راه كتعرف كيفاش، كتعرف المصاريف ديال داكشي كيفاش دايره. وقلتي لي انت براسك انك كنتي خدام وفي الجائحه. كنت خدام ومع هاد الجائحه. فاش كنتي خدام الشريف؟ اخويا تنخدم بلومبي. اه دابا ما كاين ما يدير. دابا حنا جالسين، حنا مريحين دابا. وهذا هو دابا شنو كطلب من من كنطلب من الناس مباشره على قناه التلفزيون مباشره، الا كاين شي محسنين يتعاونوا معايا في السكنه، نشوف الدري شي سكن لائق فين على حساب العلاج ديالو، حساب العلاج ديالو، باش حنت الناس هذوك الناس ديال المستشفى راه دايرين خدمتهم. خصنا حتى حنا خصنا نديرو حتى حنا اللي علينا، حتى حنا خصنا نعاونوهم بسميتو بالنظافه، ونعاونو تعرف النظره السكن راه كتشوف فيه راه بطبيعه الحال. انت ما سخيتيش بولدك؟ مولف انا ولدي مع رمضان تيصلي حدايا، تيخرج تيصلي معايا نهار العيد، تيكون معايا لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يصبرك اشي، لا اله الا الله. اجي اختي بغيتي دوي حتى اجي حدايا، سيري حدايا، سيري حدايا، ما تقربيش بزاف. السلام عليكم خوتي المحسنين، كما كتشوفوا هذا السيد مأطر على الولد ديالو، الله يجازيك بالخير. وهذا النداء لسيدنا الله ينصرو ويكون معنا. حنا دابا كنسكن في حي شعبي، لا سكن لائق ما كاينش. كما تشوفوا هذا السيد كيف علم على ولده، الله يجازيكم بخير خوتي المحسنين. لما تعاونوا مع الوليد ونقدوا واحد من وليداتكم، كما كتشوفوا ما كنبغيش واحد اللي ضعف كبدته. هاد السيد راه معلم، ما نقولش لكم سكن لائق ما كاينش، معذبين ما حنين، كاين القصدير بين المنظر. لا السيد عنده كاين كيدير الشيمي، وبالنسبه للقصدير سخون والحال ما غيلاه وما والموش. الله يجازيكم بخير اخوتي المحسنين، الله يجازيكم بخير. وقفوا مع هذا الوليد، نقدوه ونديروا اليد في اليد، ونعاونوا هذا الوليد باش يوقف على جري ويرجع الطفوله ديالو، الدير تحرم الطفوله ديالو. الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم والدينا اخوتي المحسنين. شوفوا السكن لائق ما كاينش. قلنا دابا دابا الولد في السبيطار، ما المستشفى ما يقدرش يجي، ما يقدرش يحيد للدار لهذا السكن، ما يقدرش يحيد بيت واحد. كما كتشوفوا السكن ما موالمش، والسكن ما عندوش بيت واحد. كما كتشوفوا اخوتي المحسنين، الله يجازيكم بخير. شوفوا في حال هذا السيد راه اب وغيتحمل كبدته، الله يجازيكم بخير. مولف كيعيد مع ولده وكيدوز معاه رمضان، كما كتشوفوا هذا السيد تحرم من ولده. ونداء لسيدنا الله ينصرو، الله يجازيه بخير، وقف معانا، يوقف مع الوليد راه ولده، راه ولدنا حنا ولاد الشعب. الله يجازيك بخير سيدنا، الله يطولنا عمرك ويخليك لينا ويخليك العائله الملكيه كلها سيدنا. شوف من حال هذا السيد داك التصويره ديال داك الوليد، كيف ما تشوف هاد الوليد تحرم من الطفل ديال دابا مسكين كيعاني. الله يجازيكم بخير اخوتي، تحرم من الدراسه ديالو، تو بغى يرجع كان كيقرا شنو القسم؟ كان كيقرا في المستوى الرابع. المستوى الرابع، ودري يعني مؤدب مخلق، واحد الوليد اللي واحد يعني العين كتبكي عليه قبل من القلب. الله يجازيكم بخير، الله يطول عمركم اسيدنا، الله ينصر. الصوره ديالو في المستشفى، المستشفى دابا وحاليا في الساكن. الله يجازيك بخير اسيدنا، الله ينصرك وينصر المحسنين كلهم، يتعاونوا مع هذا الوليد ويشوفوا من حاله. من ناحيه الساكن كما كتشوفوا اخوتي، ساكن راه بيت واحد، والسيد ما عندوش بلون بيضا من جهه الجائحه ديال كورونا، توقف على العمل ديالو. الله يجازيكم بخير، ونداء اسيدنا وشكرا لكم، الله يجازيكم بخير. شوفوا من حال هذا السيد، الله يجازيكم بخير اخوتي المحسنين، الله يحفظكم. وراه تحسبوا وليدكم، حسبوا ولدكم، الله يجازيكم بخير. اذا المشاهدين ومتتبعي قناه شوف تيفي، كيف شفتوا معنا هذه حاله انسانيه، اللي بغى يساهم بالقليل ولا بالكثير، راه رقم ما ديال الاب راه على الشاشه. اللي ما قدرش يحاول غير يبارطاجي، كل ما تبارطاج الفيديو كل ما كيوصل للمحسنين والمسؤولين. الى هنا ناتي على نهايه هذا المباشر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.